عمر خربين مهاجم نادي الهلال، بدي ارحب فيك كابتن. الهلال لا يزال يواصل مسلسل نزيف النقاط. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. سبحان الله هذا اللي عم يصير مع المتوفق بالتسجيل. صراحه شيء غريب يعني، حتى نحن متفاجئين بهذا الشيء، بس ان شاء الله يعني القادم افضل ان شاء الله. لا يزال الهلال كابتن يسيطر في المباريات ولكن لا يسجل. غياب نواف اليوم بعد خروجه وسالم الدوسري كان له تاثير؟ صراحة يعني نحن كنا عم نلعب بخطة كنا عم نتدرب عليها صرنا أسبوع، أكيد الإصابة أثرت علينا، اختلفت كل الموازين يعني، بس نزل ريفاز يعني ما قصر، بس مثل ما قلت لك يعني ما عم نتوفى بالتسجيل. طيب الأسبوع المقبل الكلاسيكو الهلال والاتحاد، تعادلكم اليوم يشكل لكم ضغط قبل هذه المواجهة؟ احنا دائما يعني احنا كل مباراة بنعتبرها مباراة قوية يعني، ما في فرق بين الاتحاد ولا الاتفاق، احنا علينا ننزل على الملعب نأدي اللي علينا، وإن شاء الله مباراة الاتحاد نقدر نعوض ونفرح الجمهور يعني بيستاهل الفرحة. أخيرا كابتن، أثناء خروجك الجمهور الهلال لم يكن راضي. إي الصراحة في ظروف يعني عم بعانيها أنا. ان شاء الله مساله وقت قصيره كثير ان شاء الله وبتخلص ان شاء الله، ان شاء الله بعد ايام تبين كل شيء ان شاء الله. شكرا حبيبي، شكرا.